الطفل عمار بلي بعد أن سقط من أحد أبنية مدينة الباب وفقد في الحادث قدميه وبصره. للأسف الطفل عمار لا يتجاوز عامين ونصف العام حمل والده مشفى مدينة الباب مسؤولية تدهور حالته الصحية. تفاصيل أكثر عنه من خلال هذا التقرير. يلا نزين نزين عمار نزين. غابت الضحكة إلى الأبد. عمار بلي توفي عن عمر لا يتجاوز عامين ونصف العام، وذلك على إثر سقوطه من الطابق الثالث، ليسعف بعدها إلى مستشفى مدينة الباب. ومن هناك بدأت قصة أخرى. فوتناه على المشفى، صوروا، عملوا تحاليل، قالوا لي إنه أموره بخير، ما في شيء، بس كسر وأمر غيبوبة، أمر عادي. لما صار له 7 أيام زرته لقيت إجريه تنتين متورمين. سألناهم شو السبب إنه فاكين جبسين، شو صاير يعني؟ قالوا لي إنه صاير معه نقص تغذية بإجرين، نقص تروية، وفي صاير معه انسداد شرايين بالرجلين، وبده عملية فورية. بقي عمار في المستشفى لأكثر من 10 أيام تدهورت حالته الصحية، ونقل بعدها إلى تركيا ليعالج، واضطر الأطباء إلى بتر قدميه. سووا له العملية، بتروا له الإجرة تنتين تحت الركبة، وحتى كمان الدكتور قال لي في شرايين مأثرين على الشرايين اللي بالراس، ومأثرين على الدماغ، ومأثرين على البصر، يعني نسبة كبيرة من البصر متضررة. قدر الله ما شاء فعل، ومشي حاله، ما عاد نحسن نساوي له شيء، لكن مشان غيره بس ينتبهوا وما يقصروا بشغله. شعوري يعني كأي أب عم يشوف ابنه قدامه عم ينقام منه قطع، عم يتصلخ قدامه، ما حاسن يساوي له شيء. فاجعة أصابت والد الطفل عمار حين فقد طفله، والذي لا يزال يتهم مشفى الباب بالتقصير في عملهم. ترد إدارة المشفى أن على والد الطفل تقديم شكوى رسمية حتى يتسنى لها معرفة ما إذا كان لكادر مستشفى الباب ضلوع في تدهور حالة الطفل الصحية قبيل مفارقته الحياة. لحد الآن لا يوجد جزم بنتيجة تحقيق في هذه الحالة، حيث أن مدير الصحة شكات معنا قبل أطباء لجنة للتحقيق، ونحن ننتظر نتائج تحقيق في المشفى التركي مكان علاج ونتائج تقرير، وعليه يتم الجزم بالحالة. المتوقع أن تكون صمات خثارية أدت لهذا الموضوع، لكن إن وجد بعد نتائج تحقيق أي خطأ فالمخطئ يجب أن يعاقب أيا كان يكون، ويجب تلافي هذا الموضوع لكي لا يتكرر الخطأ. وإن كان هناك تقصير من المشفى بهذا الموضوع يجب الحساب حتى أي مستوى كان في المشفى. التحقيقات ما تزال مستمرة بقضية الطفل عمار، والنتائج لم تظهر بعد. وعلى الرغم من تقديم مستشفى الباب الخدمات المجانية للمواطنين، فإن بعض الصعوبات تواجه إدارة المشفى والمرضى أيضا. تأخير تحويل المرضى إلى المشافي التركية هو أبرز الصعوبات التي يعاني منها المرضى، حيث يكون التحويل المستعجل غالبا لمن يلفظ أنفاسه الأخيرة فقط، بينما تجدول الحالات باردة حتى لو كانت النتيجة فقدان عضو من أعضاء الجسم، تماما كما حصل مع الطفل عمار. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب. بدي رحب اللي انضمونا عبر البث المباشر على فيسبوك، ويا ريت شاركونا بسؤال حلقة اليوم هاشتاغ مدينة الباب. هل تعرضت سابقا لخطأ طبي أثر في وضعك الصحي؟ إذا في عندكم أي تعليق حول هذا الموضوع يا ريت تتركونا يا بالتعليقات. نعم، أنا بدوري بدي رحب بضيوفنا اللي رح يشاركونا بنقاشنا اليوم. معنا عبر الهاتف عضو المجلس المحلي عن قطاع الصحة في الباب أحمد عابو، وعبر السكايب الصحفي همام الزين، وايضا الصيدلاني في الباب براء المنلا. اهلا وسهلا فيكم ضيوفنا بدايه. اهلا وسهلا فيكم جميعا. البدايه معك استاذ همام، يعني مساء الخير لحضرتك. هل لدينا اي تفاصيل عن الاسباب الحقيقيه التي ادت الى وفاه الطفل عمار نتيجه هذا الخطا الطبي؟ مساء الخير. طبعا السبب الرئيسي لتدهور حاله الطفل عمار ووفاته هو تاخير تحويله الى المشافي التركي. طبعا المشكله اللي صارت مع عمار، خلينا نسرد الحدث
باختصار عمار سقط من الطابق الثالث بمدينة الباب، تم إسعافه إلى مشفى مدينة الباب. طبعا كان حالته مستقرة بحسب الأطباء بالمشفى، يعني حالته مستقرة بداية. بعد مرور 7 أيام لاحظوا بلد الطفل إزرقاق في أقدام الطفل عمار، وسألوا إنه شو السبب، يعني حتى هل الإزرقاق صاير بالأقدام. همام الطفل بقي بالمشفى 7 أيام متواصل، ما طلع من المشفى ورجع؟ لا طبعا متواصل بعناية مشددة يعني. تم تحويل ما بعد 7 أيام، يعني ظهر في انسداد بالشرايين، وتم تحويله إلى مشفى الراعي. المشفى الراعي تم تحويله أيضا إلى مشفى غازي عتاب بتركيا. وهناك الأطباء شخصوا الحالي، وكان في انسداد بالشرايين وغرغرين على أخرى. تم بتر القدمين، وكان في ضرر كبير، كسرة الدماغ والبصر يعني عن وعلى أثر هاي الحالة فقد عمار حياته. يعني بتقصد أنه الموضوع كان نتيجة الإهمال الطبي في مشفى الباب، صار هالمواضيع كلياتها؟ طبعا نور، مثل ما قلت لك يعني السبب هو الاستهتار بتحويل الطفل، يعني الحجج دائما عم تكون نعم في اتساع بالمشافي التركية، يعني في أرواح عم تنفقد يعني نتيجة تأخر تحويل المرضى للمشافي التركية. طبعا لأنه المشافي الموجودة بالمنطقة ممكن تكون غير قادرة على حل جميع الأزمات الطبية وما إلى هنالك. نعم، بدي انتقل للأستاذ أحمد، مساء الخير عن جديد. هل جرى تحقيق رسمي بهذا الموضوع، خاصة أن إدارة المشفى قالت أن والد الطفل لم يقدم أي شكوى؟ لمن يجب أن تكون هذه الشكوى؟ لمين لازم يتوجه والد الطفل؟ الله يعطيك العافية. بالنسبة لموضوع الطفل، هلا أول شيء الشكوى بتقدم لمديرية الصحة أو المجلس المحلي. أو إذا كان بحب مسألة، بس المحكمة توجه الموضوع لعنا، يعني مديرية الصحة اللي هي بتستخدم. يعني استاذ احمد، يا ريت شوي تبعد التليفون عن تمك حتى ما يعطي تشويش لو سمحت. تمام، هيك واضح؟ تمام. هلا بالنسبه مثل ما قلنا، الشكوى المفروض تقدم لمديريه الصحه. مثل قضايا سابقه قدمت للمديريه او كان مكتب طبي، والمكتب بيقوم بالتحقيق بالموضوع وبيعطوا بعدين على لجنه الطب اللي هي هذاك الوقت تقرر اما تقول على المحكمه أو بتحل الموضوع بإجراءات يعني. وهل تمت هذه الإجراءات من قبل والد الطفل؟ هلا والد الطفل ما قدم أي شكوى، بس مجرد حكي على الفيس. نحن بالنسبة لنا قلنا لجنة لحامة. طبيبين جراحة عظمية، طبيب جراحة عظمية. نعم. طبيب تخدير. والطبيب طبعاً. والبلشنا احنا بالتحقيق اليوم ان شاء الله ومن تقييم الموضوع. نعم. بس طبعا نحن يعني اذا ما كان ذكرت حضرتك ان هذه ليست الحاله الاولى وان هذه الحالات تتكرر، الى اي حد تتكرر هذه الاخطاء الطبيه؟ هلا اول شيء نحن بدنا نحدد انه هي فعلا اخطاء طبيه ولا اختلاط ممكن تحدثه، لان في كثير من الحالات السابقه كانت هي عبارة عن فعلا وأخطاء طبية. وفي أحيانا بيكون موضوع يعني ما بيكون موضوع أهمال، بيكون هو اختلاط ممكن يحدث في أي مكان وصار مثلا تقصير بتقديم أو ما صار حسب النوع المرض. إذن هي ليست الحالة الأولى يعني حالة عمار، اسمح لي إن أنه نناقش الموضوع ما هو السبب مع أستاذ براء. مساء الخير لحضرتك، لماذا تتكرر الأخطاء الطبية في مشافي الباب؟ هلا عموما مثل ما حكى الدكتور احمد، الخطا الطبي الموجود له عده اسباب. يعني السبب في منه انه يكون المشفى يفتقر لمعدات واجهزه، بنفس الوقت تاخير التحويل لتركيا تسبب نقص الحاد الموجود بالمشفى اللي هو اللي بيغطي المنطقه. طبعا للمعلومه المشفى بيغطي منطقه الباب وريفا، بيغطي بحوالي 300,000 نسمة من السكان الموجودين بالمدينة والأخوة للضيوف النازحين والهاجرين للمدينة. هذا بيؤدي إلى ضغط العمل عند المشفى، يعني المراجعين اليوميين في أعداد كبيرة. هذا بيعطي إرهاق للكادر الموجود في المشفى،
نفس الوقت يعني تقديم الخدمة الطبية عم بيكون عليه. يعني الوضع انه احنا بحاجة لمعالجة الوضع الطبي بشكل عام، ما هو الموضوع خطأ طبي مشفى يعني كان. يعني مثل ما حكى الدكتور احمد في لجنة او في لجنة تحقيق هذا الموضوع، لكن الموضوع هو بشكل عام القطاع الصحي في الشمال السوري وبالاخص في مدينة الباب نفتقر لكثير من الامور. يعني المشفى هو المشفى الوحيد العامل بيغطي المنطقة. نعم. بستقبل حالات كثيرة يوميا، يعني بتجاوز يمكن 900 مراجع بشكل يومي. بغطي عمليات جراحية. طبعا هذا ما بنفي نقص كثير بعض الامور المشفى بحاجته والمنطقة بشكل عام بحاجته. نعم. استاذ احمد ذكرت ان هناك لجنه يعني تشكل للتحقيق بهيك اخطاء طبيه، طيب ما في جهه رسميه مسؤوله بتتابع بتراقب الاحوال الطبيه في مشافي المدينه؟ هلا اللجنه الجهه الصحيه المسؤوله هي مديريه الصحه او المجلس المحلي. هل بيتابعوا بشكل مستمر الحالات والحاله الصحيه والادوات؟ هل هي معقمه؟ هل من يقوم بمراقبه المشافي؟ هلا المدير الصحه بتتابع كل شيء بالبلد، من المشافي للمستوصفات للصيدليات للاطباء العاملين بعياداتهم والممرضين. وفي كثير اخطاء نحن ضبطناها يعني حتى قبل ايام الدوله السوريه وايام النظام ما كانت مطلوبه لنا الخطا. إلى أي حد عم تقوموا فعلا بردع المشافي عن أي مخالفة صحية أو طبية؟ لأنه هي أرواح ناس يعني بالنهاية. تمام. هلأ نحن أكيد بهمنا الموضوع مثل ما بهم كل الناس. الطريقة اللي عم بينحكى فيها أنه المشفى هو أو أنه مثلا في جرائم عم تصير أو كذا، لا، نحن عم نقول أنه في ممكن يكون في أخطاء طبية في تعاملنا معها حتى كان في تقصير، ولكن في احيان بتكون فعلا الشكوى عباره عن اختلاط يمكن حدوثه. هي المشكله. نحن ما كثير عم نسمع الصوت، نطلب من زملاء معاوده الاتصال بالاستاذ احمد لحتى نقدر نفهم منك بشكل اكبر. رح انتقل لهمام. همام، كيف عم يتم التعامل مع شكاوى الاهالي المتكرره في الاونه الاخيره من تردي الواقع الطبي في المشافي؟ طبعا الشكاوى منتشره، يعني الشكاوى هي عم تكون على سوء معامله احيانا من بعض كادر مشفى الباب، من تقديم الادوار للبعض، غير الادوار للبعض، يعني ادوار الدخول عند الاطباء بالعيادات. ولكن المشكله الكبيره اللي هي عم تقدم شكوى بشكل دائم ما عم يكون في لها حل هي التحويل للمشاكل الطبيه. نحن عم نركز عن هذا الامر لانه فعلا عم يكون في ناس عم تفقد ارواح، عم تفقد اعضاء من اجسادها، يعني نتيجه تاخير التحويل بحجه اي حاله بارده لازم يكون الشخص عم يفقد انفاسه الاخيره حتى يتم تحويله بشكل يعني. اداره مشفى الباب بحسب معلوماتي يعني عنها عم تستقبل شكاوى من المواطنين وعم تحاول بقدر المستطاع حل هاي المشكله، لكن المشاكل ابدا ما عم تقدر. اسمح لي شاركك انت وضيوفنا بعض التعليقات التي وردت على صفحتنا على الفيسبوك. رضاك وجهنا تعليق قالت لو عندك واسطه للطفل. بعض المشاهدين عم يقولوا انه بالاضافه للاهمال الطبي هناك واسطات بموضوع الصحه. ايضا من ابراهيم، نطالب اتحاد المناطق الحره مع الدوله التركيه. شو تعليقك استاذ براء حول تعليقات مشاهدينا؟ هلا بالنسبة للأخطاء اللي عم بتصير بالمشافي، الكادر الموجود هو الكادر الطبي، طبعا بيردفه كادر تمريضي. المجلس المحلي ومديرية الصحة مشهورين عملوا دورة لمدة 6 أشهر لتجهيز كادر من التمريض لمتابعة عمل المشفى. وبالنسبة للمحسوبيات والواسطات، هل بالفعل هناك محسوبيات وواسطات في مشفى الباب؟ هلا محسوبيات واسطات في الدور انه المريض بيدخل على العياده، قلت لك المنطقه المشفى بالاحرى بيغطي عدد كبير من الناس. انا مالي موظف بالمشفى، انا بعمل قطاع خاص. طبعا لا انفي هذا الشيء ولا اؤكده بنفس الوقت، لكن الضغط العمل الموجود، يعني انا بعرف انه بالعياده الوحده، يعني المشفى في اقسام عيادات خارجيه، العياده الوحده بيراجعها اكثر من 70 مريض باليوم. طبعا يكون في طبيب واحد موجود.
طيب اسمح لي اسال ايضا همام حول هذا الموضوع، شو بتحكي لنا عن المحسوبيات والواسطات لحجز الدور والدخول وتقديم الدور؟ هل الامور هي هل هي فعلا موجوده؟ انا اول شيء كنت حابب الدكتور احمد عابو يجاوب على هذا السؤال، ولكن فقدنا الاتصال معه. نحن حنرجع نحكي مع الدكتور احمد، ولكن انا عم بسالك من خلال احتكاكك مع الناس، من خلال الاراء اللي عم تسمعها من الناس، شو عم ينحكى؟ طبعا طبعا ايهم، يعني الناس مستاءة من موضوع المحسوبيات وسوء المعاملة على وجه التحديد. يعني عم يكون احيانا للممرضين في فترة غداء على سبيل المثال، يعني فترة الغداء ما بيستقبلوا حدا. طبعا عم احكي عن جزء معين، انا ما بقدر اشمل الكل، في اشخاص عم تعمل بجد واجتهاد ضمن المشروع. اكيد نحن ما عم نعمم عن وجود المحسوبيات وعن وجود الواسطة، هذا الشيء موجود للاسف. يعني دكتور احمد بنقل لك نفس السؤال، ما تعليقك حول التعليقات اللي وردت على البث المباشر على الفيسبوك؟ ما مدى صحة ان هناك محسوبيات وواسطات للدخول للمشفى لحجز ادوار، وانه ممكن حسب درجة القرابة يدخل الشخص للمشفى؟ الأكيد هالموضوع موجود، مثل ما كان موجود قبل بمشفى الجامعة، بمشفى الكندي، بمشفى الرازي، يعني هذا الشيء موجود مثل ما كان قبل، ولكن أنا بأكد لك أنه هالموضوع أقل مما كان في مشافى الدولة من قبل أكيد، يعني لما بيكون في ممرض في حدا قرايبه. بس دكتور أحمد، يعني المفروض نحن تكون تخطينا هي المرحلة من المحسوبيات والواسطات، يعني الناس قامت ثورة لحتى تخلص من هي الأمور. تمام، ما رح تخلص منها خلال سنة أو سنتين، لأن أنت بدك موضوع، الموضوع بيصفي عند الوعي الموجود عند الناس أكثر من أنه يعني هلأ الشخص اللي بيجي بده ياخذ دور غيره، لما يعرف أنه هذا الشيء حرام أو بيصير أو بيصير في وعي بهالموضوع، هذا الموضوع بيلتغى شوي شوي. هلأ أنا بقول لك، بأكد لك أنه في واسطات، هذا الشيء أكيد موجود، ولكن يعني بشكل مقبول أنا برأيي، بشكل أقل مما كان موجود قبل. ولكن انه تحسن تمنعه، هلا الاداره اتخذت عده اجراءات لهالموضوع. كان مثلا في، انا اللي بعرفه انه في موظفين يحجزوا ادوار وهميه. تمام. فصار انه لا، صار في اداره المشفى دكتور فادي مشكور صار يمر الصبحيات على العيادات يتاكد اي اسم مو موجود، يعني محجز له اسم مو موجود يلغيه ويعاقب الشخص اللي يعني كادر. هل تمت معاقبه هؤلاء الموظفين؟ طبعا، هلا هو لما بينكشف اول مره مرتين فبيتوقف عن هالموضوع، الا في يعني اكيد ما راح يمنع بشكل كامل 100%. ولكن انه يعني بيصير بخاف انه ما بيصير بشكل واضح وعلني. ممكن مثلا حالات استثنائيه تصير انه موضوع الواسطات. مشاهدينا وايضا ضيوفنا، خلينا نشوف سوا هذا الانفوجراف وبنعود حتى نتابع حديثنا. بالعودة إليك أستاذ أحمد، ماذا عن الكادر الطبي في مشافي الباب؟ هل لديه الكفاءة اللازمة لتحمل هذه المسؤولية؟ وأيضا هناك أخبار تفيد بأن البعض من الكادر الطبي ليس لديه شهادة دبلوم، هو فقط يحمل شهادة خبرة. تمام. بالنسبة لموضوع الكادر الموجود الأطباء، نحن حاولنا كثير أن يكون الأطباء الموجودين من أفضل ما يكون. في كثير أطباء كان خبرة ضعيفة أو أداء مو جيد، نحن لغينا لنعقودهم. بالنسبة لموضوع الكادر التمريضي، هون الإشكالية، نحن موضوع إنشاء المشافي الثلاثة بدها كوادر كثير كبيرة من ناحية التمريض، وهذا الشيء غير متوفر. فصار في لجوء لشهادات الخبرة، وبصراحة بحكيها يعني وكل اللي بيعرفوها، صار في كثير فوضى بهالموضوع. وصار في ناس دورت شهادات وكذا، وشويها نحن كان المشفى والمكتب الطبي ما كان في علاقة جيدة، فسمح لبعض الأشخاص بالدخول مع أنه خبرتهم ضعيفة. هلا الإدارة عم تعيد تقييم كل الشهادات الموجودة
بالنسبة لموضوع الشهادات المريض، هلا شهادات الأطباء معنا ولا طبيب شهادته مزورة أموره من نظامية. خاصة موضوع خطير يعني موضوع هي صحة بني آدمين، يعني لموضوع مثلا مساعدات إغاثية ولا إشي، هذا صحة مريض يعني لازم يكون موضوع كتير فيه حزم. أي تماما، نحن بالنسبة لنا كنا في المكتب الطبي ولهلا نحن ما بنعطي ترخيص إلا لأصحاب الشهادات أو الدارسين بشكل نظامي، لكن المشكلة إنه الاحتياجات كبيرة. طيب يعني تماما من نفس النقطة أستاذ أحمد، يعني شو خطتكم لسد العجز في أو النقص في الكادر الطبي؟ هلا نحن بهمنا كثير صراحة موضوع الأخصائيين النوعيين، والمشكلة هون ما عم نحسن حلها لأن العدد قليل بالأساس، يعني موضوع الطبيب النفسي من قبل ما كان في موجودين حاولنا كثير نتواصل ما أجا أطباء الوعائية العصبية. بالنسبة لموضوع الكادر التمريضي عم نتواصل مع الأكاديمية الصحية التابعة لمنظمة سيما، أخذت اعتراف من حوالي 30 دولة مشان افتتاح فرع لها، بتدرس سنتين، بدرس الممرض أو الشخص اللي بده يصير ممرض بدرس سنتين وبياخذ شهادة معترف فيها حتى من تركيا. نعم، وهذا الشيء عم نحاول احنا نفعله ان شاء الله خلال الفتره القريبه القادمه. نتمنى ذلك. همام، خلينا نحكي شوي عن مشافي الباب بشكل عام، الى اي مدى هي مجهزه بالشكل الكافي لتلبيه احتياجات المرضى، وشو النواقص اللي عم تكون موجوده بهي المشافي؟ طبعا ايهم، المشفى الباب مقارنة بالمشافي الثانية الموجودة بالمنطقة هي جيدة نوعا ما، ولكن تفتقر لكثير من المعدات والأجهزة الطبية. على سبيل المثال جهاز الرنين المغناطيسي يعني غير موجود، وهو جدا مهم في الفترة الحالية والفترة اللاحقة وأي فترة كانت، يعني لازم يكون موجود بأي مشفى. إضافة لذلك مثل ما ذكر الأستاذ براء، الكادر الموجود بالمشفى هو كادر قليل جدا نسبة بأعداد السكان الموجودين بمدينة الباب. على سبيل المثال بأي عيادة بأي اختصاص عم يكون في طبيب أو طبيبين فقط يعني. فهؤلاء الأطباء غير قادرين على استقبال العدد الكبير من المرضى، فهي كمان معضلة ما عم يكون في إلها حل أو عم ندرس الحل، ما عم نعرف يعني حقيقة، ولكن هي مشكلة عم تواجه المشفى وعم تواجه المرضى. بالعودة إليك دكتور براء، يعني بعيدا عن الموضوع فقط مشفى الباب، بالنسبة للواقع الطبي بعموم منطقة الشمال السوري كيف هو اليوم؟ دكتور براء؟ هلا بصراحة احنا بالشمال نعم. الو الو، أنا معك. نعم، الواقع الطبي ضعيف، مع العلم انه في وجود منظمات عم تغطي كثير من القطاع الصحي في المنطقة. طبعا المنطقة تفتقر لكثير أمور أساسية، يعني احنا عندنا موضوع علاج السرطانات، تأمين الجرع لمرضى الأورام، يعني هدول المرضى ما عم بحولوا لتركيا الا بعد فتره طويله. يعني طبعا جهاز الرنين المغناطيسي مثل ما حكى همام، يعني المنطقه ما فيها جهاز رنين مغناطيسي، يعني الخدمات والمراكز النوعيه قليله في المنطقه. طبعا في مشكله اداريه، يعني عدد المكاتب الطبيه، يعني على سبيل المثال مكتب طبي في الباب، مكتب طبي في بداعة، مكتب طبي في باسين، يعني ما في إدارة أو مديرية موحدة بتدير هالعمل الطبي. طبعاً في كمان أمور، بعض التدخلات في شؤون النقابات ومحاولة لتهجين العمل النقابي. في موضوع يعني ولو كثيره نوعاً ما، وصول أدوية من يعني مجهولة المصدر أو هندية أو صينية عم تدخل للمناطق من دون رقابة دوائية. طبعاً إحنا كان في محاولة تكوين مكتب رقابة دوائية للسيطرة على هاي، هذا الوضع اللي نعيشه احنا في مناطق الشمال السوري بالنسبه للوضع الصحي. نعم، خلينا ناخذ تعليق الدكتور احمد حول هذا الموضوع. شو تعليقك دكتور حول يعني نقص التجهيزات الطبيه، وايضا بالنسبه للامراض المزمنه مدى توافر الادويه لها؟ هلا الحكي اللي حكوه الشباب صحيح، هو فعلا نحن عم نعاني من نقص كثير امور اساسيه. هلا موضوع الرنين، موضوع تفكير خطيات، موضوع الاجهزه العينيه، العمليات العينيه النوعيه، العمليات الوعائيه العصبيه النوعيه، يعني احنا انا بصراحه نحن كانت رؤيتنا بدنا كان المشفى انه يكون للعمليات النوعيه اكثر ما يكون انه مشفى خدمي، يعني انا كان بيهمني انه موضوع العمليات الوعائيه والعصبيه اللي ما موجوده حتى بالخاص
انه هي اللي تتقدم اكثر ما بيهمني انه ينشغل مريض فرق ممكن ينشغل ايمت مكان بدون ما ياثر على حياته او كذا. مثل ما شفتوا انه موضوع الوعائي خلال 3 ساعات او 4 ساعات ممكن تفرق بين الحياه والموت عند المريض. نعم. طيب ممكن تتامن هي التجهيزات؟ شو الخطه عندكم؟ يعني مين عم يقدم المساعده او الدعم لهذه المشافي؟ هلا المشكله انه في مشاكل كبيره بموضوع تخطيط للقطاع الصحي في المنطقه. مثل ما قال الدكتور براء يعني نحن كمكاتب طبيه مستقله نحن ضبطنا الامور في مدينه الباب بالنسبه للشهادات وسائل التزوير ورخص صيدليات وبطريقه يعني كانت كثير قاسيه حتى حبستنا كثير من المزورين. تفاجئ انه مثلا بقباسين او ببزرعه في نفس الاشخاص اللي نحن منعناهم فتحوا هنيك بطريقه عاديه ولا كاني دوله ثانيه. يعني اذا ما كان صار في اداره صحيه وحده للمنطقه هي تخطط وهي تحط الاحتياجات. طيب اسمح لي دكتور احمد شاركك بتعليقات مشاهدينا على الفيسبوك. ابراهيم ومحمد علقوا قال ما في اداره ولا اهتمام. محمد فتح حماده انا توفي ابني بسبب هي المستشفى. احمد ابو حسين دكتور احمد المحسوبيات موجوده وبشكل اكبر من قبل نرجو منك المصداقيه. ايضا تعليق اخر ممرضين اصبحوا اطباء. محمد فتاح حماد عم بيقول لي استاذ ليش ما بتحكي عن مشافي عزاز اكيد رح نحكي عنها بوقت لاحق. هناك الكثير من التعليقات. عبد ابو محمود والله الوضع جيد فقط في مشفى الرعي. شو تعليقك استاذ احمد؟ يعني هلا هذا رايي صراحه يعني هو في شخص حر برايه ولكن هالكلام غير منطقي. هلا انا كنت نحن اخصائي خريج انا جامعه حلب وبعرف ايش يعني واسطات. يعني نحن ما بنقول اذا كان في ممرض والده مريض ما يجي مثلا انه يحسن يفوته على الطبيب. يعني في كل دوائر الدوله الموظف باي مديريه باي دائره له يعني مثلا الوضع خاص اكيد بس يعني اهم شيء انه ما ياثر على دور الناس الثانيين. صحيح بنتمنى هي التجاوزات يعني يتم حلها ونحن رح نتابع الموضوع بشكل دائم وبدنا نتشكر جهودكم وبنتمنى تحطوا حد لهي التجاوزات بشكل سريع. بدنا نتشكرك دكتور احمد عابو عضو المجلس المحلي عن قطاع الصحه في مدينه الباب شكرا لك. وايضا الصحفي همام الزين شكرا همام والصيدلاني في مدينه الباب براء الملا شكرا. شكرا لكم ضيوفنا مشاهدينا فاصل ورجعين.